كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن مملكة البحرين استطاعت تحقيق مراحل متقدمة للقضاء على مرض الحمى القلاعية، ومن المتأمل أن يتم إعلان خلو مملكة البحرين من المرض مع نظام التحصين 2023 لتكون أول دولة في منطقة الخليج في السيطرة على هذا المرض. جاء ذلك على هامش مشاركة وكالة الثروة الحيوانية بالوزارة في الدورة التدريبية والتي حملت عنوان تحديث الخطط الاستراتيجية لمرض الحمى القلاعية، وذلك تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أكد أن مملكة البحرين حققت مراحل متقدمة للقضاء على الحمى القلاعية. توجه المملكة البحرين ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وممثلة بوكالة الثروة الحيوانية بأن تقضي على وباء الحمى القلاعية. المعروف أن الدول المنطقة هي دول المنطقة تعتبر موبوءة بمرض الحمى القلاعية، لكن هناك خطط مرسومة ومدروسة من قبل بيوت الخبرة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العالمية للنقل والزراعة الفاو، في إيجاد الحلول المثلى في القضاء على الأمراض الحيوانية ومنها مرض الحمى القلاعية. نعمل جاهدين مع القطاع الخاص ومع المربين في القضاء على هذه هذا الوباء الذي ينتشر في فترات متفاوتة في مملكة البحرين. زد على ذلك ان احنا هناك تشددنا على الحيوانات اللي مستورده من مواشي الى مملكه البحرين تكون محصنه ضد مرض الحمى القلاعيه، وذلك لسد الفجوه او لدخول هذا المرض الى مملكه البحرين.